الجبال. المناطق الساحلية بمدينة الحديدة العامرة بالسكان والزائرين جنوب غرب اليمن كانت مسرحا لأحداث غارات التحالف الجوي الذي تقوده السعودية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن. وتبقى للمصادر الطبية فلا توجد أرقام رسمية عن عدد ضحايا القصف الذي استهدف ميناءي الحديدة والمخا ومضيق باب المندب. الحوثيون وحلفاؤهم السياسيون رفضوا من جانبهم عرضا لوقف إطلاق النار اقترحه الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي، واصفين العرض بخطة سعودية لإرغامهم على الاستسلام. هادي وشلته لم يعودوا يمثلون أي رقم في اليمن، وما يعبر عنه ويعبر عن رؤية السعودية، والسعودية والقوى السياسية الموجودة الآن في الرياض يتخذون هادي كشماعة يتمترسون خلفها لممارسة العدوان وأيضا لإصدار مواقف متشددة ومرفوعة السقف. ويدعو الاقتراح الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح للتطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الذي يقضي بإنهاء العنف والعودة إلى محادثات السلام بقيادة الأمم المتحدة. وفي الرياض أعلنت القوات المسلحة السعودية مقتل لواء في الجيش في إطلاق نار من اليمن قرب الحدود مع السعودية، ليكون بذلك القتيل الأرفع رتبة في سلسلة الحوادث الحدودية منذ بدء الهجمات في آذار مارس. وعلى الحدود السعودية اليمنية عرض نشطاء موالون للحوثيين فيديو مصور يظهر سيطرة القوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واللجان الشعبية على موقعي الفريضة والملحمة السعودي في مدينة جيزان جنوب السعودية، وتفجير موقع المجازة السعودي في ظهران عسير. وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الموالية لصالح قد أكد في بيان أن استمرار استهداف قوات التحالف للمنشآت المدنية والمطارات والموانئ سوف يقابل بالمثل، مؤكدا أن كافة منشآت النظام السعودي العسكرية في مرمى أهداف الجيش اليمني ولجانه الشعبية على حد تعبيره.